مرحبا، معكم شادي مرة تانية من إمج وان. اللي أول مرة عم بحضرنا، إحنا موجودين فروعنا بالأردن وبأمريكا. شكرا لمارك، بس كبس الكبسة هلأ مشان ريكوردينج. رح أحكي لكم اليوم بشكل شوي مركز أو باختصاص اللي هو حجم السنسورز على الكاميرات واختيارك لهم، وشو الفرق من التليفون للكاميرا الفول فريم. طبعا بعد الفول فريم في ميديوم فورمات وفول فورمات، ما حدا كتير بيستخدمهم بالفيديو، بس هاي هون عنا تشارت طبعا موجودة بإمج وان بالأردن وبأمريكا، مش عارف اذا شايفينها. بتفرجيكم من السيلفون، يعني قد ما يكون السيلفون سنسر تبعه والميجا بيكسل عالي حيكون مش نفس الاشي لما يكون فول فريم سنسر. هلا رح نشرح شوي، نفرجيكم احجام واشكال، وطبعا العدسة لها اثر، بس نحكي شوي عن السنسرز مرة تانية. اذا هاي بدكم اياها موجودة عندنا بالاردن وموجودة بفرعنا بامريكا بالاردن، تفضلوا علينا ممكن نشرح لكم اكتر عنها. رح احطها تحت هون ونبلش. رح نبلش من الأصغر للأكبر. طبعا أصغر سنسور بكل الكاميرات، طبعا نعتبر هذا تليفون وكاميرا، اللي هو السيلفون. السيلفون سنسور مثل ما شفتوا كتير كتير صغير. أكتر مثال أنا بقدر أقول لكم عليه، يعني لو كان مثلا في 40 أو 50 أو 100 ميجا بيكسل التليفون، عندك السنسور صغير كتير. لو جبت، تخيل سنسور مطاطة، أو جبت مطاطة صغيرة وحبيت مطها كتير، ما راح تزبط معك، راح تنقطع. البكسل حتكون لما تكون ملايين، كل ميجا بكسل ما هي مليون. لما تحكي 40 ميجا بكسل يعني 40 مليون، 40 مليون بدهم ينحطوا على شيء كتير صغير، له اثار جانبيه، منها ضعف اضاءه، يعني التصوير باضاءه اللو لايت حيكون كتير ضعيف لشغلتين. اول شيء البكسل نفسه ما بقدر يتوسع، راح ينقطع، مش زي البكسل الكبير. طبعا كتير ميجا بكسل مش معناته شيء كويس، يعني مشان تكونوا بصراحه. ثاني شيء تخيلوها مثل الشباك، كل ما كان الشباك اكثر كل ما خلى اضاءه تدخل اكثر، كل ما خلى اضاءه اكثر كل ما اعطاك اوبشنز اكثر. فالتليفون بنشغل فيه بالاضاءه كويسه ممتاز، بس لما تصير تعمل زوم والاضاءه تضعف مش شيء كتير ممتاز. مره ثانيه بحكي، انتم بتقدروا تبلشوا بتليفوناتكم بس بدكم تكونوا شوي محصورين، يعني التليفون كويس تبلش فيه بس له كتير ليميتيشن بعدين اذا بدك توسع وتكبر تعمل كل شيء. بعد التليفون تيجي كاميرات البوينت اند شوت. طبعا هاي انا جس اخذت موديل جي اكس 9 اللي هو ليفل اعلى من الجي 7 اكس، الجي 9 اكس. السنسور تبعه بيكون حجم الكاميرا صغيره، السنسور اكبر شوي من التليفون. الحجم، الفرق بالحجم الكبر تبعه بيعطيه قيمه كتير عاليه. فهاي يعني اسوأ بوينت شوت كاميرا طبعا راح تصور من احسن كاميرا التليفون. اذكركم شغله بالتليفون، الشاشات تبع التليفون من اعلى الكواليتي، فهي بتخدع. يعني لما تشوف الصوره على تليفونك هي مش نفسها اللي حتكون على شيء اكبر. فاذا انت كل شيء عندك تحت تحصره انه على التليفون، واللي بده يشوف كل شيء عندك على التليفون، التليفون دائما حيبين شيء رائع، بس اذا حاولت تكبر او تعمل اي شيء بالصوره او الفيديو اللي بتعملها حيتفكفك كل شغلك. يعني عندي قصص كتير عن ناس عملوا اخطاء كتير كبيره مفكرين انه التليفون، لانه الصوره رائعه، يعني الشاشه عندكم شاشات افخم من شاشات تلفزيونات موجوده على الشاشه، فهي بتخدعك انه بتبيعك انه كتير رائع الكاميرا. هذا مش 100% صح الحكي. فزي ما بحكي اسخف بوينت شوت كاميرا يعني بتكون كواليتي تبعها احسن من احسن تليفون. ليش؟ ضوء اكثر، شرر اسرع. بعدين تنسوش قانون فيزياء اللينس، لما اللينس تطلع وتدخل، وهذا هاي الاشي كتير مهم. حاولوا بالكاميرات، لوميكس نزلوا كاميرا مع لايكا بتزوم، بس كانت شوي كبير التليفون مشان هيك ما حدا اخذه، كان السنسور تبعه كبير بس كان تصويره رائع. في كاميرا ريد عملوا واحد غالي كتير برضو نفس القصة. فمرة تانية اي كاميرا بسيطة زي هيك اوريدي حتطلع على التليفون بشكل رائع. هلا بالبوينت شوت، اللي هي بوينت شوت يعني بيكون كل شيء بيلت ان، كل شيء موجود بنفس داخله. هلا في كاميرا اسمها بريدج كاميرا، ما جبت واحدة انا ليش المساحة والسرعة وصعب اعمل البريدج كاميرا، بشرح لكم عنها مرة تانية. هلا هاي كمان بوينت شوت، بس هاي فيها ميزتين اعلى من هاي. طبعا مش لانها لوميكس، هاي ككاميرا اول اشي العدسة تبعتها بتفتح 1.4، رح نحكي شوي بالاخر عن العدسات، فتح العدسة انه برضو بتساعدك اذا السنسور كبير. ال 1.4 هلا والسنسور تبعها انش برضو على الشارت اعلى، هلا بلشنا نطلع اعلى. فهلا هاي نفس تقريبا ليفل قريب من السعر، بس هاي هلا صفت احسن اضاءه، احسن شرر، احسن عدسه فتحه، والسنسور تبعها اكبر. بعد ال 1 انش بيجي ايش؟
المايكرو فور ثيرد. كثير في كاميرات فخمه مثل البلاك ماجيك، كاميرات كبيره بتستخدم هذا حجم السنسور. هلا هذا في بعدين حجمين اكبر منه. طبعا هلا هون بلشنا بالكاميرات اللي هي مش اول ان وان، هلا عم تركب عدسات عليها. هاي العدسه بتركب على هاي الكاميرا، بتركب على كل الكاميرات مع الادابتر الموجودين عندنا بالاردن، وهون كل شيء بركب على كل شيء. مره ثانيه اعملوا سبسكرايب، اعملوا لي اسئله، في احتمال هذا يكون اخر فيديو مؤقتا لانه عندي شغل كتير وعم بحضر البضاعه الرايحه على الاردن. ان شاء الله من هون لاسبوع زمان رح اكون بالاردن عن الافتتاح 28 الشهر، الكل معزوم عليه على الدوار الثالث على فروعنا بالاردن. حكينا قبل المرة على انه كتير منيح هيك يكون لكم، بس هلا احنا حكينا مش على ال سي دي، عم نحكي عن السنسور نفسه. هذا السنسور كتير ممتاز، الدبث اوف فيلد تبعه رائع، بيعطيك كتير وضوح بمسافات مشان لانه شكل حجمه. كتير في كاميرات مثل كاميرات كتير يوتيوبرز، هذيك اليوم تعرفت على ناس من ايطاليا بيستخدموا جي اتش 5 اللي هي الاخت الكبيرة من هاي جي 7. جي 7 كاميرا رائعة طبعا، فيها كتير اختصاص، فيها كتير جي 7 جي 85 وكذا وكذا وكذا. السنسور هذا بيجي حجمه اكبر شوي، مرة تانية بيعطيك اضاءة اكتر وبيعطيك سرعة اكتر وبيعطيك اوتو فوكس احسن. هلا الحجم اللي بعده بيجي الاي بي اس سي. الاي بي اس سي في حجمين، من فول فريم ريشيو 1.4 او 1.6. هذا لحاله مش هعقده واشرح لكم اياه لانه يعني مش مهم، بس مش كتير مهم. الاي بي اس سي بيجي حجم اصغر من الفول فريم، كتير ناس بحبوه لانه ممكن تلاقي كاميرا حجمها صغير مع سنسور يكون اكبر شوي من التليفون او اكبر من اي شيء تاني. سوني عندهم اياه، كانون عندهم اياه، الام 50 من كانون رائعة جدا على الام 6 الجديدة، الباناسونيك عندهم الجي 85 جي اكس 85 جي اكس 95 كتير كتير صغار على فكرة موجودة، بس ما مش حابة أخصص بنوع واحد. في كتير أشكال وأنواع للأي بي أس سي، برضو سنسور كتير مهم. العدسات هلأ تكون مهمة، هحكي شوي بالآخر عن العدسات بس بشكل أسرع. وبيجي أول إشي وأفخم إشي هلأ، هاي الكانون آر، هلأ هاي من أفخم كاميرات الميرلس بالعالم، سبقت الكل، مع أنه في ناس سبقوها عملوا ميرلس قبلهم. كانون هي أقوى شركة بالعالم، عندها تقريبا 49% من مبيعات العالم كله، يعني نص والبقية كلهم بتقاسموا النص. كتير ميزات، اليوتيوبرز بحبوها، عدساتها ممتازة، بس فول فريم. هلأ الإضاءة والمطاطة تقدر تمطها أكتر بكتير لأنه عندك الميجا البيكسل نفسها صارت أوسع، فهذا كتير إشي مهم. هلأ لما بدك تشتري كتير بدك تنتبه لشغلات مثل اي ماركة، سوني، نايكون، كلهم عندهم عدسات بتختلف. احنا عملنا حلقتين كتير شاملين، بس في عدسات بتختلف. لما يكون الكراب جوا صغير، يعني التعيين تبع السنسور جوا صغير وتحط عليه فول فريم، ما رح تستفيد من العدسة كاملة. هلا في ناس يعني مثل انفستمنت بيشتروا لقدام، يعني بيشتروا عدسات الفخمة لقدام. عندنا عدسة قلت لكم ما في منها واحدة بالعالم اللي عملت لي الي خصوصيصا اللي هي 0.85، معمولة للمايكرو فور ثيرد، ممكن تنعمل لأي شيء تاني. فهلا انت لما يكون عندك شباك كبير ومغطيه بايش؟ ببرداي. فالبرداي هي الشتر الموجود او البليدز الموجودين جوا العدسة. شايفينها قديش مفتوحة، مش عارف اذا مبين قدامكم، اشي خرافي مفتوحة. فكل ما فتحت البرداي، يعني هلا عندك شباك كبير بس مسكر البرداي، اعتبروا البرداي انه هي الابتشر اللي هو قديش البليدز بقولك بيفتحوا بيسكروا. فانت عندك مجال اشي تفتح البرداي على الاخر، وعندك لنسات ما بتقدر تفتح البرداي على الاخر. اللنسات البلاستيك اللي كتير ناس عم بيبيعوهم، شفتهم انا بشكل 55 250 75 300، اول اشي لنسات قديمة، تاني اشي كتير فتحتهم صغيرة. هلا هن مش مالهمش عازم، ممتازين، بس بدك تعرف يعني اذا بدك تستخدم الفول سيرفيس تبع السنسور تبعك بدك تعرف شو اللينس الصح اللي تشتغل فيه. هلا مثلا هاي النفتي 50 اللي بيقولوا لها 1.8، برضو شايفين كيف مفتوحه، فتحتها كتير حلوه، بتعملكم كتير هاي اللي بيغبش ورا بيوضح قدام. موجوده طبعا كل المانيفاكتورز بيعملوها، كل الشركات عندهم 50، هذا قياس كتير هيك محبوب. هلا ليش انا نقيت ال 50؟ ال 50 على المايكرو فور ثيرد بتصير 100، انتبهوا علي مظبوط. والخمسين على الاي بي اس سي بتصير 75، الخمسين على الفول فريم
50. هلا الارقام هاي اللي بنحكيها ممكن تكون غريبه لكم، ما بنقدر نقول لكم مثلا هاي زوم 2 زوم 3، بدكم تفهموا المليمترز ممكن نعمل درس كامل عنه، بس مشان تعرفوا تفهموا مره تانية. ال50 على المايكرو فور ثيرد انسوا هدول، لانه احنا بنحكي تركيب العدسه، بيكون 100 هون، بيكون 75 هون، بيكون مزبوط 50. ف مثلا هاي 40 مايكرو فور ثيرد، لما بحطها هون بتصير 80، بتعمل دبل، هاي بتعمل واحد تقريبا 1.5، يعني تضربوها بواحد ونص. هذا رح تعرفوه لانه بتذكروا حكينا بحلقة الماضية انه اذا الاشي العريض، يعني ممكن تشتري عدسة 50 تكون هون عريضة بس تحطها على اشي زي هيك تكون زوم، فبتكون تنتبهوا لهالاشي. شغلة تانية، هاي عدستين، هاي بتعمل زوم اكتر من هاي، بس هاي لانه فتحتها 2.8 فتحتها كبيرة، وهاي لا، هاي بلاستيك وهاي L series، هاي 2.8 هاي 3.5 بتطلع لفوق، يعني مفيش الا فتحة، كل ما تعمل زوم بتوصل كتير كتير كبير. فحجم العدسات كمان رح ننتبه عليه، وسعرها يعني من 2000 وإشي ل 200 وإشي، فالسعر رح يفرق. ما تأخذ العدسة على حجمها، على أرقامها، بدكم تفهموا بالضبط. هلأ خلينا نحكي، لو حطينا 70 300 على المايكرو فور ثيرد شو رح يصير؟ صح، 140 600. إذا حطيناها على APS-C وضربوها بواحد ونص، لما تنحط على الفول فريم الارقام بتكون 100% صح. بس في عدسات زي هيك اذا تحطوها على الفول فريم ما بيشتغل فيها الفول فريم، هن اكثر ناس بيخصصوا فيه، النايكون شوي بيغلبوا فيها هذا الاشي، فلازم تنتبه شو العدس AFS ولا AF ولا EF بالكانون، كتير في شغلات لازم تنتبهوا فيها. هذا كتير هلا مهم، تليفون بيركب عليه عدسات وبيركب عليه اضاءات، بس اذا العدسة الريدي التليفون يعني ستريتش لأكتر حدود، يعني ما في مجال، لما تحط عليه عدسة وما تحط عليه عدسة كويسة الريدي هو كتير مستصعب، حترجع الكواليتي لورا، وإذا ما عملتش كل شيء صح حتخربط أكتر. كتير مهم هلا اللي عم بحكي لكم إياه بشكل سريع، ممكن تيجوا عنا على فروعنا، أهلا وسهلا فيكم، وتسألوني هون أكتر، الفروع رح نقدر نجاوبكم أجوبة أوضح لما تكونوا 1-to-1. لاحظتوا أنه في بحر كبير من المعلومات، صعب انه كله نرمي عليكم مره واحده. Are we around 10 minutes 12 اوكي بدي اخلص، انا بحاول اخلص قبل بالعشرة، بس صعب، عم بحشر كتير كتير معلومات، ان شاء الله عم تكونوا تتعلموا. اكتبوا لي، انشروا يا جماعه هذا الفيديو، خلي الكل يشوف، خلي الكل يتعلم. اجاني كتير شغلات تحكي لي عن انه ليش لازم ناس يساعدوك، انا مش عم بدور احد يساعدني، مش عم بدور على اشي مادي هون، عم بدور على اعمل لينك مشان الناس عندها اسئله ابعث لها تجاوب، ويكون لكم بحر من المعلومات بوقتي جدا جدا ضيق. فانا حكون اسف اذا هاي اخر حلقه مؤقتا، طبعا راح اشوف مش الدعم قديش حيجيني، شو طالبين وشو حابين تعرفوا، راح نحكي عنهم اكثر. شكرا لكم كثير، معلش مارك I'm gonna trouble you to push end مره ثانيه، ثانك يو.